عفوية حتى الساعة، يعني الناس من كل المناطق بشكل عفوي ينطلقون لمحاسبة هذه السلطة ولانتقادها. هناك إصابة على ما يبدو في هذه المنطقة جراء القنابل المثيرة للدموع، وأيضا هناك إطلاق جديد للقنابل المثيرة باتجاه المتظاهرين. إذن يحاول المتظاهرون إنقاذ أحد المتظاهرين هنا. نارية على المتظاهرين، على القوات الأمنية حاول الرد على القنابل المثيرة، لأن المتظاهرين يردون أو يعيدون هذه القنابل على الشرطة. ماذا يرددون سلمان؟ ما الهتافات؟